أهلا بكم إلى موجز الأخبار. نقلت شرق الأوسط عن مصادر نيابية أن الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الموجود حاليا خارج لبنان لعب دورا أسهم في تهدئة الوضع وكان على اتصال برئيس المجلس النيابي نبيه بري وقيادتي الجيش وحزب الله ونجله تيمور انطلاقا من أن انزلاق الشاحنة حصل في منطقة حساسة تشكل نقطة العبور إلى البقاع وسوريا واتقوا على تخوم بلدة علي وقراها وأن لا مصلحة في تحويلها إلى خطوط تماس تهدد السلم الأهلي. كما وأكدت المصادر أن جنبلاط بادر إلى التحرك فور انزلاق الشاحنة وقبل انتشار نبأ سقوط قتيلين بقي على تواصل مع النواب الأعضاء في اللقاء الديمقراطي الذين أبدوا تفهما وتجاوبا لوجهة نظره. وقالت أنه لم يكن منحازا لهذا الطرف أو ذاك بمقدار ما أنه قرر منذ اللحظة الأولى انحيازه لمصلحة التهدئة وعدم تعريض السلم الأهلي إلى انتكاسة لا أحد يمكنه التكهن إلى أين يمكن أن تمتد. نقلت صحيفة الجمهورية عن مصادر دبلوماسية فرنسية أن باريس تراقب بقلق شديد تطورات الوضع في لبنان وأنها أكدت للمسؤولين اللبنانيين في اتصالات عاجلة ضرورة النأي بلبنان عما يخل باستقراره الداخلي ويهدد سلمه الأهلي. أيضا لفتت المصادر إلى أن الوضع في لبنان بات يندرج في خانة الحاجة الأساسية لتجنيبه مخاطر الفراغ الرئاسي وهنا تقع مسؤولية اللبنانيين في التجاوب مع الجهود الصديقة والتفكير بالمصلحة الوطنية العليا والالتقاء على أولوية إجراء الانتخابات الرئاسية ووفقا للمسار الذي وضع لودريان خطوطه العريضة وسيحدده بصورته النهائية في زيارته اللاحقة إلى بيروت. كما وأكدت المصادر ضرورة الاتفاق السياسي على انتخاب رئيس للجمهورية ودون هذا الاتفاق معناه إبقاء لبنان في دوامة مصاعب تزيد الوضع السياسي توترا والوضع الأمني هشاشة ما يضع لبنان حتما أمام مستقبل صعب ومأساوي. أوقفت دورية من مديرية استخبارات الجيش اللبناني في عملية نوعية فجر اليوم الرأس المدبر لعمليات التهريب غير الشرعية عبر البحر في منطقة الشيخ زناد العكارية المدعو شين ميم سين الملقب بالحزوري وأحبطت أكبر عملية تهريب لأكثر من 400 شخص. أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم أنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 20 طائرة بدون طيار على أهداف في شبه جزيرة القرم الليلية الماضية. وقالت الوزارة في بيان لها أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 14 طائرة بدون طيار أوكرانية بينما تم تعطيل 6 مسيرات أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن الوزير سيرغي شويغو تفقد حمية نائية للأسطول الشمالي في منطقة القطب الشمالي وأوضحت الوزارة أن شويغو فحص تنظيم الخدمة وسير تنفيذ المهام الموكلة للوحدات الخاصة المنتشرة في الأرخبيل هناك بما في ذلك استعدادها للعمل على حماية المواقع الحيوية والدفاع عنها. كما وقام شويغو برفقة المدير العام لشركة روس أتوم الروسية بجولة جوية فوق مواقع ميدان التجارب المركزي لروسيا الاتحادية الذي تتمثل مهامه الرئاسية في المرحلة الحالية في إجراء اختبارات لنماذج واعدة من الأسلحة والمعدات العسكرية. أعلنت صباح اليوم دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا إكواس أن قادة جيوشها سيجتمعون الأسبوع المقبل وتوقع أحد القادة العسكريين بالمجموعة بأن الجيوش بحاجة إلى 6 أشهر قبل التدخل في النيجير التي يوفد مجلسها العسكري وزير الدفاع الجديد إلى مالي. وكانت قد أعلنت المجموعة في اجتماعها يوم الخميس لجوئها إلى الخيار الدبلوماسي لحل الأزمة في النيجير مع الإبقاء على كل الخيارات المطروحة على الطاولة.
من موجز الأخبار إلى أهم وأبرز الصحف التي صدرت في هذا اليوم، والبداية مع الجمهورية، مؤشرات مقلقة لزعزعة الاستقرار في لبنان. حسب معلومات موثوقة للجمهورية، فإن مسؤولا رفيعا تلقى من سفير إحدى دول اللجنة الخماسية إشارات مباشرة عن قلق بالغ مما وصفتها مؤشرات مقلقة لزعزعة الاستقرار في لبنان. وعلى ما تقول مصادر دبلوماسية فرنسية للجمهورية، فإن باريس تراقب بقلق شديد تطورات الوضع في لبنان. وقالت المصادر: يحزننا كثيرا أن لبنان ليس بخير، فأحداث العنف المنتقلة في لبنان وسقوط ضحايا أمر يبعث على الريبة والقلق في آن معا. نحن نستشعر خطرا على لبنان. من الجمهورية إلى الأخبار، محاولة لضم المخيمات إلى نطاق عمل قوات الطوارئ في الجنوب. تغادر في 22 آب الجاري إلى نيويورك بعثة لبنان الرسمية لمواكبة جلسات النقاش التي تسبق إصدار مجلس الأمن قرار التمديد لقوات اليونيفيل في 31 آب الجاري. البعثة استبقت موعد المغادرة بالتنسيق مع مندوبة لبنان بالوكالة في مجلس الأمن لتعديل بنود واردة في مسودة القرار الذي حصل لبنان على نسخة منه، ويعد بمثابة عدوان سياسي بالنظر إلى حجم الفظائع الواردة في المسودة. أيضا تشير المعطيات إلى الأولوية إلى أن لوبي الأمريكي الصهيوني وحلفاؤه لن يأبه بالملاحظات التي أرسلها لبنان على المصطلحات والأطر الواردة في المسودة. وبحسب معلومات الأخبار، فإن المندوب الفرنسي أعرب عن تجاوبه مع الملاحظات اللبنانية، لكن الجانب الفرنسي يبدو تحت ضغط مطالب متنوعة من الأمريكيين، ومن خلفهم إسرائيل وبعضها الآخر من بريطانيا ودول أعضاء في قوة اليونيفيل. وهؤلاء يعتقدون أن الوقت مناسب لزيادة صلاحيات القوة الدولية، وهناك نقاش خطير حول هذه النقطة. بحسب المعلومات، فإن الجانب الإسرائيلي عمل بقوة خلال الفترة الماضية على جمع معطيات متنوعة تستهدف اعتبار ما يقوم به حزب الله في أكثر من منطقة بمثابة خرق متعمد للقرار 1701. أما الأمر الآخر، تناول ملف المخيمات الفلسطينية، حيث تسربت إلى البعض محاولات من جانب إسرائيل وحتى من قبل جهات لبنانية بأن على قوات الطوارئ الدولية تنفيذ القرار في كل مناطق عملها، وبالتالي فإن المخيمات الفلسطينية الواقعة ضمن نطاق عمل القوة الدولية يجب أن تكون خاضعة لسلطة القرار 1701، ما يعني العمل على نزع السلاح الموجود فيها وتأمين حضور قوات الطوارئ فيها. ونختم مع نداء الوطن. كيف قرأت الأوساط السياسية الواسعة الاطلاع لنداء الوطن هذا الأسبوع الأمني وتداعياته؟ الخلاصة الأولى أن حزب الله خرج من واقعة الكحالة متضررا مسيحيا ووطنيا. الخلاصة الثانية أن رئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل حاول الاستفادة من واقعة الكحالة بالاستثمار فيها على خطين: خط سقوط ورقة قائد الجيش عماد جوزيف عون الرئاسية، وخط سقوط الحزب أيضا في الكحالة. أما الخلاصة الثالثة، ربحت المعارضة على خطين: الربح بمراكمة نقاطها السياسية من خلال مواجهة الحزب برفضها الحوار، ومن خلال رفض مرشح الممانعة أصلا. أما بالنسبة إلى الأجواء الخارجية المؤثرة في لبنان، فهي آخذة في التشدد ضد الحزب، قاطعة عمليا الطريق على المبادرة الفرنسية.